ثنائي مميز ووجودكم سوا كتير حلو، بس أنا لو ما كانت بيسان معك شريكتك بالفيديوهات، مين بتختار؟ صبية أو شاب؟ ونفس أيوة. السؤال اللي بيسان نفسه؟ هسا أنا زمان قبل ما أدخل اليوتيوب كنت أحب إيش اسمه إنستغرام، أنا مشهور على إنستغرام من قبل اليوتيوب. تمام. كنت أصور غاية شغلات سكتشات كوميدية على إنستغرام، فلما دخلت على اليوتيوب كان عندي 100,000 مشترك يعني. طيب. كنت أنزل كل فترة طويلة فيديو، لما صرت أصورهم مع بيسان حبيت التصوير مع بيسان، تصوير فيديوهات مع بيسان. يعني إذا بيسان ما بتكون يعني كل فيديوهات مع بيسان، بيسان بتعطي نكهة خاصة للفيديو. هلا ما في شك، بس أنا كنت عم تلف وتدور وما بتعطينا إجابة. أنا ما بلف وبدور، أنا هسا أصور مين أختار بنتي أصور معها غير بيسان؟ يعني بصراحة يعني فيش يعني فيش بنت داخل راسي غير بيسان. اوكي كلهم اصدقائي في اليوتيوبر، كل البنات سوري يا بنات اليوتيوبر، كل البنات اليوتيوبر صديقات، بس ما بعرف اذا بحكي اسم وحده راح تعين. لا انا ما بعمل شيء، ما بنعرف. لا ضحيه طالعه. طيب خلينا نشوف بيسان شو راح تقولي، راح تعطينا اسم؟ اعطيهم اسم، احنا كل المشاهير في السوشيال ميديا اصدقائنا، فلما اي شيء بنحكي ما بيزعلوا مني. حلو كثير، بيعرفوا علاقتنا كثير قويه. شو قصدك يعني خصفيهم الكل وما تختاري حدا؟ هيك قصدي، ما بيزعلوا مننا بيسان، خذي يعني شو فكري انت ببالك مين في حدا بيشبه محتواكي؟ كله بيشبه. هلا شوفي في كثير ناس مهضومه وبتضحك وبتمزح والله العظيم، ويعني ما في حدا ناجح الا ما يكون العالم عن جد بتاخذ منه الطاقه الايجابيه، اوكي؟ بس مو مثل انس. انس شفتي من شوي بيضحك، بتعلق معه الضحكه وما بعرف شو، بتحس ما في ناس بتيجي تمدح حدا من سوق الجمعه. مش عشان انس حلو، انس شخصيه، انس دلعني، انس حلوين والله، عشان هو بضل يضحك. حلاوه تروح يا طب. أيوة. حلاوه انت بعدين بيضحكني. ايوه خلص وصلت، اذا هيك وصلت.